للتعليق على هذا الملف بينضم إلينا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ وليد عبد السلام، المشرف على ملف الصحة بجريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. كيف ترى يا فندم محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من العلاقة بين الدولة وجيشها الأبيض؟ أنا هنا يمكن بتكلم عن الجيش الأبيض كون يعني متعلق بالأزمة الأخيرة، ولكن طبعا دي بتكون محاولات لجماعة الإخوان دائما عندما يكون هناك تكاتف بين الجيش والدولة وبين الشعب المصري في أي من القطاعات. خلينا أقول لحضرتك في الأول إن هم فشلوا إن هم ينالوا من مستوى الرعاية ومستوى الاستعداد الجيد لجائحة كورونا أو انتشار فيروس كورونا، فشلوا فشل ذريع إن هم يصوروا للناس إن عندنا مشكلة في العلاج أو عندنا مشكلة في الأسرة أو عندنا مشكلة في الطواقم الطبية، فكانوا بيستغلوا كل حاجة بتحصل، لكن الحمد لله فشلوا. وكان مؤخرا مسألة وفاة الطبيب اللي أثبتت الإجراءات وأثبتت التحقيقات اللي ما كانش فيه أي تقصير معاه، لكن جيش مصر الأبيض كل الأطباء في مستشفيات العزل أقوياء قادرين على المواجهة. هذه الأمور لم تنال على الإطلاق من عزيمتهم ومن قدرتهم على مواجهة المرض، وكلنا واقفين جنب بلدنا وجنب مرضانا طبعا بشكل قوي جدا، مفيش اي زعزعه للاستقرار او اي نيل من مستوى الاداء او ما الى ذلك، لكن خلينا اطمن حضرتك ان كل الامور في كل مستشفيات العزل على مستوى الجمهوريه بتسير بشكل منضبط في متابعه من الاطباء، وفي هناك جهود كبيره بتبذل من جانب السيده وزيره الصحه لتوفير كل الامكانات الطبيه للمرضى ثم الطواقم الطبيه التي تؤدي عملها في مستشفيات العزل على مستوى الجمهوريه. صحيح. ايضا زي ما تابعنا على مدار الساعات الماضيه كان في اجتماع كبير ما بين دوله رئيس الوزراء والسيد نقيب الاطباء، وكان في تفاهمات كبيره جدا، وتم رصد ميزانية هائلة وتم رصد إمكانيات ومستلزمات. صحيح. يمكن دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ عبد السلام، خاصة كمان أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه شهداء يعني الأطباء من هذه الأزمة التي بنعاني منها الآن يعاملوا معاملة شهداء الجيش والشرطة. عايز أتكلم مع حضرتك في هذه النقطة بجانب هذا القرار، أيضا كان في قرارات أخرى صدرت النهاردة، حضرتك كيف تبعت يعني تعامل الحكومة مع الموقف والتحرك اللي تم اتخاذه؟ على المستوى الاول زي ما تفضل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واصدر هذا القرار، وده بينم عن اهتمامه الكبير بكل ابنائه من الطواقم الطبيه على مستوى الجمهوريه، وتقديرا لجهودهم الكبيره في خدمه المرضى في ظل الظروف الاستثنائيه اللي بتعيشها مصر. نعم. سواء على مستوى محاربه الارهاب او المستوى الثاني المتعلق بمحاربة صحيح. فيروس كورونا في المستشفيات وداخل البيوت المصرية من خلال نظام العزل المنزلي. لكن الحكومة استكملت توجيهات السيد الرئيس بتوفير أعلى مستوى من الرعاية للأطباء على مستوى الجمهورية، خاصة المصابين بفيروس كورونا أو اللي حصلت لهم إصابة سواء من صحيح. داخل نعم. المنشأة الصحية أو من خارجها، في تواصل مباشر ما بين مكتب الوزيره وكل الحالات التي تصاب، وتم تخصيص عدد كبير جدا من الاسره في معظم المستشفيات. صحيح. يمكن احنا كلنا تابعنا هذه القرارات استاذ عبد السلام، الدوله المصريه في الاونه الاخيره ومنذ بدايه هذه الازمه الحقيقه اتخذت العديد من القرارات لحمايه خليني اقول الاطباء او جيش مصر الابيض حتى يكونوا يعني هم صف المواجهه الاول امام هذه الازمه اللي بنعاني منها كلنا في مصر الان. انا بشكرك طبعا. شكرا جزيلا الاستاذ وليد عبد السلام المشرف على ملف الصحه بجريده اليوم السابعه.